عودة من جديد كابتن محمد فاروق، يتجدد اللقاء هنا من داخل استاد القاهرة، وتحياتي ليك وتحياتي لكل ضيوفك الكرام، كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن. مع في هذه اللحظات كابتن عبد العاطي سيد المدرب العام لفريق نادي النصر هنا قبل انطلاق هذه المباراة الهامة. كابتن عبد العاطي برحب بيك على شاشة قناة الأهلي، وكيف يفكر النصر في هذه المباراة، خاصة أن النصر في المركز الأخير في جدول الدوري العام، وما هي المتطلبات أو الاحتياجات للنصر في هذه المباراة في ظل ابتعاده بشكل كبير عن المنافسة للبقاء في الدوري العام؟ طبعا تحياتي للكابتن محمد فاروق وضيوف. طبعا طبعا كل تحيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير، انت بتلعب اول الدوري في حاله معنويه عاليه جدا، حاله انتصارات ونشوه. طبعا احنا بالفعل كان عندنا ظروف صعبه الفتره اللي فاتت، نتائج كانت مؤثره بطريقه سلبيه على اللعيبه، عندنا غيابات كتيره جدا جدا، أربع لعيبة عاملين عمليات، تلات أربع لعيبة تانيين إصابات مختلفة ما بين شد وما بين مزق، اتنين إيقاف في طرد الماتش اللي فات، سباعي موقوف وألفز موقوف. طبعا عندنا غيابات بلا فترة كبيرة جدا مأثرة علينا وأثرت بالسلب على النتائج السلبية الفترة اللي فاتت. طبعا حط الفريق في وضع مش حلو بالنسبة لنا. احنا طبعا احنا كنادي النصر بنلعب ماتش النهارده في مجموعه داخله جديده، مجموعه لعيبه كويسه. كابتن سيد بيحاول بقدر الامكان الفتره اللي فاتت، اليومين اللي فاتوا اثناء التدريب، ان يشيل الضغوط من على اللعيبه. ماتش حلو اللعيب يقدر يأدي فيه، اللعيبه بتحب تلعب الماتشات بتاع الاهلي والزمالك والفرق الكبيره دي. طبعا احنا طالبناهم ان يبذل اقصى جهد موجود عنده، والنتيجه دي بتاعت ربنا. يعني احنا برضو يعني يعني بالظروف الوحشه، بالظروف الوحشه اللي انت فيها دي، مباراه كره قدم وماتشات كره قدم مالهاش يعني مالهاش ثوابت. هل ما عندكش البديل او الصفقات اللي ابرمتها في يناير انك تكون بديل في هذه المباراه، لدرجه انك تصعد ثلاث او اربع لاعبين من مواليد 99؟ طبعا احنا الناس كتير ممكن ما تعرفش سياسه نادي النصر ماشيه ازاي، وقد يكون السياسه دي مش عاجبه البعض او بعض الناس. يعني احنا بالنسبه لنا احنا متفقين مع مجلس الاداره ان احنا بنحاول نمشي في شقين، شق استثماري، وده بقى له فتره كبيره بيحصل. احنا بقى لنا مدار 10 سنين بايعين حوالي اكتر من 24 لعيب، دخلنا النادي مبالغ وطلع من لعيبه ناشئين ولعيبه صغيره ولعيبه مجموره. احنا مفيش لعيبه عندنا بيمضي سنه واحده، كل لعبه بتمضي 3 سنين عشان نقدر نستثمرهم في خلال ال3 سنين دول ونظهرهم بشكل كويس ونستثمر فيهم. في السنه دي اخر حاجه كان اسلام عيسى، لعيب مهم جدا 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 لينا، لكن هو جاب مبلغ كويس بعناه. يمكن في يناير الصفقات اللي جت او اللعيبه اللي جت لنا برضو لعيبه مش يعني مش ب مش ما صرفناش مبالغ كبيره، ودي سياسه النادي متفق عليها مع كابتن زايد. ودي قد يكون الكلام ده ما بيعجبش بعض الناس، لكن احنا ماشيين كده. بس الله يخليك، شكرا شكرا كابتن محمد فاروق. اذا انتقل لقائي مع الكابتن عبد العاطي سيد المدرب العام لفريق نادي النصر، وحديثه عن فريقه خلال هذه المرحله وخلال هذا الموسم، ان الفريق يعتمد على العناصر الناشئه او اللاعبين الناشئين في قطاع نادي النصر وتصعيدهم للفريق الاول، والاعتماد على بيع ابرز النجوم خلال السيزون بشكل عام. لكن فريق النصر موقفه صعب جدا خلال هذه المسابقه في المركز الاخير برصيد 14 نقطه، ويحتاج الى معجزه للبقاء في الدور العام. في هذه اللحظات في انتظار طبعا نزول الفريقين لاداء عمليات الاحماء، لكن نقطة أخيرة أركز عليها، يمكن سألت طاقم التحكيم اللي يدير هذه المباراة عن أي منهما سيغير التيشيرت الأساسي. طبعا هي مباراة النادي الأهلي، فبالتالي الأهلي سيرتدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، لكن فريق النادي النصر في هذه المباراة سيرتدي الطاقم الاحتياطي وهو الطاقم الكحلي، سواء التيشيرت أو حتى الشورت. وننتظر إن شاء الله مباراة كبيرة بين الفريقين، وحاليا أرضية الملعب بتجهز بشكل جيد جدا لاستضافة هذا الحدث، مباراة الأهلي والنصر في مباريات الدوري العام. إليك الكلمة كابتن محمد فاروق.